بيقول لك جلسه جديده في الاهلي لتحديد مصير نجم الفريق رمضان صبحي، وده من المقرر عقده، جلسه مقرر عقدها خلال الفتره الجايه. اكيد هتبقى في جلسه عشان يتم الاستقرار بشكل نهائي. ها انا تفاوض ولا ما تفاوضش، رغبتك ايه النهائيه، كلام من ده، في ايه العروض كلام من ده، وده بيبقى كلام مهم. كريم يحيى كمان بوابه سبورت قال انا راهن اشاره النادي الاهلي، هو لاعب معار لسموحه ولاعب مميز جدا في مركز الظهير الايمن. دي كانت بعض الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي في المواقع. عندي اخبار اخرى محليه لكن هناقشها مع ضيفي العزيز الاستاذ محمد اللؤوسي الناقد الرياضي الكبير بعد هذا الفاصل السريع. استنونا.